السلام عليكم ورحمة الله إخوان طيبين، حياكم الله أجمعين من قناة أطول درحيمو. معكم أخوكم مصطفى مع هذه السيارات الجميلة تبارك الرحمن. الله يدخل على الإخوان بالصحة والسلامة اللي اشتراوها من عندنا، وتنعتذروا على الناس اللي بغاو ريزيرفيوها غير بالكلمة لمدة يومين ولا هذا ما تيسلكناش بصراحة وبصدق على إخوان، يعني نقصح معاكم وما نكذبش عليكم ونافقكش. وبصح جا السيد الأول داها جا معول بشكارته قاضي الغارات، فإنسان كيجي عندك المعرض جاي باغي يشري تنقولوا له راه ريزيرفا واحد بالتليفون بلا عربون وما عرفتي وما كنعرفوا لا وجهه الكريم لا والو، فولا عندنا امور اخرى تبينات لينا هذه القضيه هذه. فلا بغيتي مره ريزيرف خصك تجي الطوموبيل تشوفها، عطينا عربين وسير في حالك، ملي تنشوف وجهك الكريم تنطمئنوا. اما غير بالتليفون وغدا ما تتجاوبناش ولا غدا تتقول رانا مشغول ما تسلكنيش الاخوان مع كامل الاحترام، فخص الضرر ما يكونش عليا حيت كما طبعا ما كنبغيش لخوتي الضرر. فانت بالفعل كيجيو كنتحرجوا مع الناس، والله العظيم ما اتصل مول هاد السياره، والله العظيم ما اتصل، جيت لقيته تيتسنى خدا الطوموبيل بجوج دقائق يسرنا معاه الله يدخل عليه بالصحه والسلامه. حتى السياره دوبل فيها هي عاد مغسوله والدراري عاد كينشفوها، والله العظيم كينشف ليها البرودوي تيلم عليها الجاج مشاو بها الله فيزيت، ها هما البنوات توسخوا. يعني الطوموبيل راه كما السيكات البارح بقى فيها الغبره ديال السيكات، ها هي وكذاك السيكيته، والله الا السيكيته واخا الطوموبيل ما تحتاجش السيكه السيكيته. فبصح الطوموبيل جديده 2022 ضربة 38000 لا ميزونيش، وكذاك السكينه ودرنا عليها مجهودات، الفريق ديالنا ما تيقصرش الحمد لله، بنوات جداد كلشي جديد، دايو معاه بالخير والبركه والعقوبه ليك انت. يلا العقوبه ليك ان شاء الله مره اخرى دي شي ميغار من عند اطول درحيم وجديد، ولا فوكيس ولا راه كاين الفوكيس الحمراء راه مازال. ايوا هذا جهدي عليك، مرحبا بك، ما كاينش اللي يخسر لك. ايوا تستاهل كل خير العزيز وغالي. ها انا شوف الحديد الناضي كيفاش تنعطيو السيارات للكليان ديالنا. وعليكم السلام، مرحبا تفضل. ها انت اخي بنوا جداد ديال لاميزو اللي خرجوا معاها، ولا كاين شي ميغان. شرفونا الاخوان، شرفونا، الله يعطيكم الخير في العتبه. ضربه 39000 اوتوماتيك. وتبع معنا الحبيب تنجيب لك اللي تواتيك، مرحبا بك حياك الله يا الغالي. وجمعه مباركه على الجميع، يوم طيب للجميع مع هذه السياره الطيبه. ثاني المي ديالي الله ييسر لك الحبيب، الله يدخل عليك بالصحه والسلامه. ها انتوا الاخوان، هانا الحباب ديالي، هاد الارقام اللي بغيتوا تتصلوا اتصلوا بهم كاملين. في اللي شدت لك تيسير الله، حيت كيكون هذا عامر، هذا كيهضر مع السيد، هذا كيجليزي، هذا كذا، يقدر يشد لك الاخر، فاتصل بهاد الارقام. مرحبا بك ديال الفريق، راه الاشاره ديالك وحنا كاملين راه الشات ديالك. كنت بغيتي تبيع ارسل في هذا الرقم، هذا ارسل فيه غير واتساب، هذا غير ديال الواتساب، بلا ما تصوني الحبيب الله يجازيك بخير، بلا ما تصوني، ارسل موديل 8 كيلومتراج ديال السياره والتصويرات ديالها، وديك الساعه غيجيك الرد من بعد ساعه نص ساعه مع تيسير الله. انسان راه ثاني عنده التزامات، ما يبقاش شاد الواتساب نهار كامل، فعرس الواتساب وغنجاوبك الحبيب. وتبع معنا في القناه، وتحيه للاخوان والاخوات، وشكرا على التعليقات والتوضيحات والتوجيهات، حياكم الله وطول درحيمو. ان شاء الله كيدير مجهودات باش يجيب لكم افضل واحسن السيارات وباحسن الاثمنه ان شاء الله. وبالصح ها هي شوف مليحه تبارك الله، الطوموبيل راه دايره 32 العامره ديالها، هاد الكام هادي كدير 30 والفوق. ايوا انت غادي بها بهذا الخير هذا بثمن مزيان، راه قلنا في الفيديو حيدنا له شي بركه، والله الا حيدنا له. ومرحبا بالجميع، حياكم الله الاخوان، تحيه طيبه. السيارات اللي كتواجد هنا كاخبار هما هادو، مرحبا بكم، لكن شي حاجه اقتصاديه مرحبا والف مرحبا. محل الاخوان الطيبه المغاربه كاملين حياهم الله، من القنيطرة الجميلة من المغرب الحبيب. معكم أخوكم مصطفى.